Hello everybody. Today we'll make some tutorial about sequence. Okay, what is the equation of the following sequence? Example 1, 4, 9, 16, 25. Yalla. What is the equation of this sequence? شباب صبايا يلا توتوريال توتالز مي اول مره نعم بلس 3 بعدين بلس 5 بلس 7 بلس 6 بلس 7 كيف بلس 6 بلس 3 بلس 5 بلس 7 بلس 9 عم بلش من 3 ونعمل اود نمبر صحيح بلس 3 بعدين بلس 5 طيب 3 و 5 بعدين 7 بعد 7 اجى 9 ايه يعني عم نزيد عم نعمل odd numbers منبلش من 3 عم نزيد شو odd number ايه يعني منبلش من 3 بعدين بتصير مع كل واحدة plus 2 طيب اوكي هذا solution عم تقول انت solution بس و n square وخلص مين قال n square انا عباس برافو عباس n square بلا ما تفوت بهالطوشي كل هي n square اوكي 1 4 9 16 25 هي n square الاندكس 1 2 3 4 5 square اوكي الطريقه اللي كنت عم تقولها انت بلس 3 بلس 5 بلس 7 بلس 9 كيفك تكتبها معناتها الو هي اللي قال بلس 3 بلس 5 بلس 7 صح اذا بدك تحلها بس بدك تعمل شو الايكويشن تبع البرايم هذا اكزامبل ثاني عندنا برايم نمبرز شو الايكويشن تبع برايم نمبر 1 3 5 7 9 11 هن فعليا اود نمبر صح ايهم So 1, 3, 5, 7, 9 هن فعليا they are odd numbers okay هلا قلي تلزمي what is the equation of odd numbers what plus 1 let's try 2n plus 1 for n equal to 0 n plus 2 فيك تعمل arithmetic plus 2 yes فيك تعملها arithmetic series plus 2 yes it's correct arithmetic series okay plus 2 yes but it's odd number so it's 2n minus 1 or 2n plus 1 okay if you start by 0 will be 2n plus 1 if you start n by 1 will be 2n minus 1 So in this tutorial, always we're starting by one, not by zero. Okay. So it to n minus one here. Okay. For n equal to one, equal two minus one, one. For n equal to two, equal four minus one, equal to three. If you want to start by zero index, so to n plus one. Okay. But we solve every sequence or sequence by starting by one. Okay. Our sequence will starting by one, not by zero. Okay? Okay. فيلي قال لي يلي بدي اعمل الاديشن للاود نمبر in this exercise فينا نشتغل هيك؟ فينا ندمجه مع بعض؟ فينا نحطه n minus 1 هون وتطلع معنا شيء؟ اوكي فينا نعمل هيك كيف يعني دكتور هون يلي قال ان هون عم ينزاد شايف عم ينزادوا odd number plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 اوكي شايف هون في شاب شايف عم ينزادوا ك odd number او prime number او odd number فينا ندمجهم مع بعض ال odd number هو 2n minus 1
اوكي فينا نحطهم شي محل first solution and square خلصنا منها or فينا اوكي فينا نزيدها n minus 1 square لا لا نحطه n minus 1 n plus 2 n plus 1 نحطه n minus 1 نفوت to n minus 1 يعني n plus 2 n plus 1 بدنا نفوت السوليوشن تبع الثاني هيدي مش هون قلنا الاود نمبر هي 2 n minus 1 وش الشاب مين هو الشاب اللي قال لي عم ينزاد plus 3 plus 5 plus 7 مين هو الشاب خليك معي اوكي ايه زدناها هون بس بنزيد عليها شيء يعني وكأنه عم نزيد نحن to n minus 1 صح؟ بس في شيء قبلها على مين بنزيد to n minus 1 على مين من نزيدها بنزيد على شيء على على مين على مين من نزيدها فينا نعمل هيك صح فينا نعمل an equal an minus 1 plus 2n minus 1 let's try for n equal to 1 a 0 بيعطينا هون a 0 plus 1 بيعطينا 1 so we must make here another assumption with فينا نعملها هيك فينا نعملها with a 0 equal to 0 okay بتصير صح بتصير صح هلا هي simplest way هي n square okay n equal n square بس في حال حدا فكر مثلك انه odd number او كذا في حل بهالطريقة اكيد n equal n square هي best solution but we can solve it in another way let's try a0 or a1 will equal a1 minus 1 a0 plus 1 So we must begin by zero. A zero equals zero. A two. مش ما فيها نعمل a n minus one plus two n plus one. هلا هيدي عملناها. هلا عمل. حطينا n minus one. بسمع. إن إحنا حطينا two n minus one. لازم نحطها two n plus one. ما فهمت عليك عيد. مش لازم نحطها two n plus one بدل two n minus one. هون. ايه بدنا نقول مثلا نحن عندنا هلا 1 1 هي at a1 انا عم احسبها a1 هي عندنا هون عندنا n minus 1 عندنا n minus 1 في a0 لابد منا اوكي هون في n minus 1 لابد منا ال a0 هون لابد منا ال a0 اوكي يا دكتور تفضل بخصوص هيدي ال 2n minus 1 اذا انا بالامتحان ما تذكرت انه بدنا نبلش بال1 حطيت لك 2n plus 1 مثلا ما بيصير تحسب لي اياها غلط او صح لا 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 بس على القليل اللي عم تفكر فيه قول starting by 0 starting by index 0 اوكي اكيد مش غلط اكيد مش غلط اكيد مش غلط اوكي ففي هذا سوليوشن ثاني اوكي اوكي هذا الاود نمبر 2n minus 1 starting from 1 or 2n plus 1 starting from 0 Okay. Okay. Here, 2, 4, 6, 8, 10. Two n. It's even number. It's 2n. Bravo. Okay. Bravo. Now, 1 minus 1, 1 minus 1, 1. Minus one, one minus one. Yeah, so ahead. N minus two. Minus? Minus N. Plus N plus two. N? No. شو? شو? شو قلت? N minus two plus N plus two ولا لا? Yeah. A zero power N plus one. أهي من هيك. أهي من هيك. Minus 1 power n, a0 equals 0. N times minus 1 power n. Minus 1 power n, a0 equals 0.
minus 1 power n. minus 1 power n, a0 equals 0. يعني a0 هي 1, هي minus 1 power 0. n power 2. minus 1 power 1 هي minus 1, minus 1 power 2 هي 1. and so on. اوكي شو اسمها هيدي ال alternative او geometric series مش geometric series؟ ايه صح عم نضرب بماينس 1 صح صح؟ لحظة اوكي هي ها geometric series عم نضرب بماينس 1 شو قلت انت الاكويشن طلعت؟ الاكويشن توصل minus 1 power n a n equal parenthesis minus 1 power n بس نعمل هيدا اوكي اوكي بس starting from شو from a0 a0 equal 1 a اوكي with a0 equal 1 نتا نشوف اذا 0 بيطلع 1 starting from 0 خلص 1 بيطلع minus 1 2 بيطلع 1 خلص starting from 0 بس بكفي تقول starting and starts at 0 starting from 0 خلص from n equal to 0 اوكي starting from n equal to 0 بيطلع صح حط 0 بنبلش بالA0 بيطلع minus 1 power 0 1 n equal to 1 minus 1 power 1 هي 1 سوري minus 1 حط 2 بيطلع 1 بتمشي صح فالAn equal minus 1 power n starting from n equal to 0 طب اذا بنبلش من n equal to 1 شو بنعمل؟ power n plus 1 كيف؟ تحط n plus 1 power n plus 1 تحط n minus 1 مش n plus 1 minus 1 إذا ما نبلش إذا نبلش from n equal to 1 شو بصير هون الـ exponential minus 1 هلا هي بحالة الـ 1 ما حتفرق إذا بلشنا بـ 1 اعتبر بلشنا ب1 بده يطلع بوزيتيف ال1 بده يطلع بوزيتيف اوكي فور ان ايكوال تو 1 اذا بلشنا ب1 حتطلع بوزيتيف يعني بلس 1 فبيطلع 1 ماينس 1 0 الباور بيطلع 1 ان ايكوال تو 2 حيطلع 2 ماينس 1 1 مشيت صح فهيك صح اوكي هي جيومتريك سيريس وذ ريشيو ار ايكوال ماينس 1 عم تضرب بماينس 1 عم نضرب بماينس 1 اوكي في عنا طريقتين يا تبلش من 0 minus 1 power n يا تبلش من 1 minus 1 power n minus 1 اوكي كلير اوكي صارت هيك اوكي يا هيدي السيريز شو الايكويشن تبعها 2 على 3 power n 2 على لا لا على 3 باور ان على 3 سوري تفضل اذا ما زال شو عم تقولي اي ام ماينس 1 على 3 على 3 اي ان ماينس 1 على 3 لا زبطيها شوي زبطيها بعد زبطيها دكتور ما مش 2 اوفر 3 باور ان 3 باور ان ما ها عيد شو قلت 2 على 3 باور ان اه صح والاول وحده كيف طلعت ان كانت 0 0 حاط الساكنج فروم ان ايكوال 0 لا انت 2 باور 2 اوفر 3 باور ان عم تقول صح؟ ايه الباور ان بس لل 3 مش لل 2 كمان بس لل 3 ار ايكوال 1 اوفر 3 باور ان هيك قصدي فيها نقول 1 ملتبلاي ب 1 اوفر 3 صح بتبلش من 2 ار 1 اوفر 3 هي جيومتريك سيريز الريشيو تبعها 1 اوفر 3 صح فشو بتطلع الايكويشن ratio 1 over 3 شو بتطلع الايكويشن a n equal a n minus 1 times شو بتطلع يعني between parentheses 2 over 3 power sorry 1 over 3 power هات نشوف يلا
شو الاي ام بتساوي دكتور؟ ما فينا نقول 2 باور 3 باور 1 في عنا 2 على جنب 2 شو لو على جنب بتوين صارت 1 over 3 كلها باور 1 باور 1 تنبلش فيه اذا انا equal to 1 هون starting from n equal to 0 اوكي يعني هون n minus 1 starting from 1 اوكي اوكي the starting from 1 عادة بصير عم بيشتعملوها starting from 1 فهون starting from n equal to 1 هلا بدكم تعملوا starting from n equal to 0 بتصير power n بطل power n minus 1 مثل القبلة اوكي وضحت دكتور هي نفس مثل ما عم يقولها هي 2 على 3 باور ان سيم انسرز بيطلعوا لا لا 2 ما فيك تعملها 2 على 3 باور ان ما فيك لا ابدا كيف 2 ما بدنا نعملها اكسبوننشال اذا حطيت 2 جوا حتصير قصده يعني 2 لحال اوكي على 2 لحال و 3 باور ان 3 باور ان تحت ايه اوكي هي ذاتها هي ذاتها ايه انا افتكرت كلها باور ان اوكي لا اوكي لا دكتور بس 3 جود Good. Yeah. 1, 6, 11, 16, 21 يلا بدي مشاركة من الكل. Plus five. -4 شو minus four؟ من جبت لي minus four؟ تزبط. إذا بلشنا أني كل واحد تطلع one. إذا حطينا أني كل two بتطلع six. أني كل 3 بتطلع 11 شو الإيكويشن؟ شو الإيكويشن؟ 5N minus 4 أنا A N minus 1 plus 5 صح Arithmetic series AN minus 1 plus 5 with A1 equal to 1 سؤال بتزبط هاي كمان 5N minus 4 ولا لا؟ هتا نشوفها لحظة شوي هلا هن كل واحد بيحل بكذا طريقه يعني هلاك في كذا طريقه بس انا ميكينج انت شلت لي هات نشوف 5n minus 4 تنشوف انت عم تقول لي 5n minus 4 اوكي تنعمل تست for n equal to 1 ظبطت for n equal to 2 10 minus 4 for n equal to 3 15 4 20 5 25 اه ظبطت اوكي ظبطت ايه بتزبط ايه برافو اوكي برافو هيك اوكي تمام طيب هلا هيدي شو 2 n into n minus 1 عيد n into n minus 1 n على n minus 1 خلينا نجرب بالاول وحده بال1 انتو مضروبه في على n لا اذا n على n minus 1 حتبلش starting from 2 n plus 1 plus 1 على n برافو عليك هما كلنا الناس n plus 1 على n اوكي n plus 1 على n صح اوكي اللي قال n على n plus 1 او minus 1 شو قلت بتبلش مثل ما بلش من التو مش من الوان مظبوط اوكي اوكي جود اوكي في سوليوشن ثاني لا في سوليوشن ثاني ما بعتقد اوكي ليتس جو 0 2 6 12 20 AN minus 1 plus 8 plus 8 من جبت ال 8 معنا 2 6 12 هون في 8 N into N plus 1 بترجع تزبط N N into N plus 1 N times N min- plus 1 plus 1 yeah. متى نشوف N 0 إذا N 1 كيف يطلع عندك 0
لا بلش بان ايكول 0 بان ان ايكول 1 بان 2 بتزبط. طيب اذا ان ايكول 2 1 ان تايمز ان بلس 1 1 تايمز 2 ان ايكول 2 2 تايمز 3 اه زبطت معك برافو برافو. ما فينا كمان نقول اي ان ماينس 1 بلس 2 ان بلس منا تو ان هيدي منا تو ان منا ايفن نمبر هي ايفن بس مش بالسري اريثمتك ايفن نمبر الاربعة والثمانية والعشرة مختفيين ما في اربعة والثمانية وعشرة اوكي اتس نوت اريثمتك اي 1 ايكوال 0 مبلشين اي 1 ايكوال 0 واي هي الاي ان ماينس 1 بلس 2 ان ما في 2 ان جعيد ما في 2 ان الاربعة اذا عملت 2 ان مثلا احنا بلشنا 1 اي 1 مثلا بلشنا اي 1 هي 0 بعدين ال 0 plus 2 times 1 بدي احسب شو من 0 مبلشين يعني plus 2 times 1 plus كفي على ان ايكوال 2 على ان ايكوال 2 بتصير 4 ما في 4 صح اوكي منهم هن ايفن نمبر هول ايفن نمبر بس منهم اريثمتك ايفن نمبر يعني الاربعه 4 8 10 14 16 18 مختفيين فما فينا نعمل 2n ثاني بس لنشوف شو 2n بس عم بقول 2n plus an minus 1 اي لحظه انا هيك قصدي an minus 1 times 2n لا ما في plus 2n ما فيك 2n ما الان عندك الاربعه بعد عم بحكي 4 وال8 وال10 اعملوا على ان ايكول 3 ما بتزبط معكم على ان ايكول 3 او ان ايكول 4 ما بيطلع صح دكتور دكتور اذا بلشنا ال a1 هي 0 اوكي هلا هون هي الاي 1 0 زدنا الزيرو اوكي زدنا عليها 0 بلس الان الان هي 1 زدنا عليها لحظه ايه الان الثاني هي 1 زدنا عليها 2 صارت 2 رجعنا زدنا 2 تايمز 4 2 تايمز 2 صارت 2 بلس 4 اللي هي 6 طيب 3 زدنا 6 بلس 2 تايمز 3 صارت 12 وكفينا فيها هلا بنشوف هي هلا بنعملها طيب دكتور هي اسهل شيء ان ماينس 1 ان ماينس 1 طيب كان في سوليوشن ثاني اوكي شو الاذر سوليوشن اور اللي شو كان انت ذكرني شو حكيت يلي قال لي على تو ان بلشنا اي 0 ايكوال 0 بعدين عملنا اي ان ماينس 1 اللي شو اللي شو الايكويشن لنظبطها بس اللي شو الايكويشن اي ان ماينس لحظه شو هي ان ماينس 1 ايه ثاني بس ايه تايمز شو او زائد شو بلس 2 ان بلس 2 ان طب خلينا نعمل لها تيست خلينا نعمل لها تيست قبل ما نقول ايه او لا اوكي اوكي خلينا نعمل تيست ما فينا نقول ايه او لا لان نعمل لها تيست ستارتنج فروم 1 او from zero بدك zero اوكي zero minus one minus one بيطلع غلط عنا a zero minus one minus one غلط فحنعمل starting by one starting by one a zero plus two اذا ال a zero zero plus two بيطلع two بعدين two plus two times two لحظة شوي لحظة خليك معي ما اول اول ايتم طلع لنا غلط اول تيرم طلع غلط حرجع عيد فور ان ايكوال تو زيرو ما فيك تبلش لانه اي ان ماينس زيرو مش موجود حتبلش عم نحكي انه ستارتنج فروم اي زيرو ايكوال زيرو يعني ما فينا نبلش من اي ان ماينس 1 يعني من 1 حنبلش من 1 صح اي 1 ماينس 1 بيطلع اي زيرو بلس 2 طلع معنا الاليمنت الثاني يعني اعتبرنا اي زيرو اوكي فهمت عليك ماشي طيب على ان ايكوال 2 خلينا نجرب على ان ايكوال 2 على ان ايكوال 2 بيطلع معنا على ان ايكوال 2 بيطلع معنا اي 1 بلس 4 بيطلع 6 دي 6 على ان ايكوال 3 بيطلع لنا اي 2 اللي هو 2 بلس 6 بيطلع 12 اه زبطت زبطت ايه بتزبط كمان هيك برافو برافو تزبط هيك اوكي تزبط هيك هيدي بسموها ريكيرنس ايكويشن على طول اي ان ايكوال اي ان ماينس 1 هي ريكيرنس ايكويشن يعني نيو فاليو ايكوال اولد فاليو
plus or minus or any expression here. This is called a recurrence equation. Okay. Okay. Doctor. Fada. فينا ناخد a n equal n into n plus one starting from n equal zero. جايدة شو هي الequation؟ a n equal n into n plus one but starting from a n equal zero. يعني هي زتة. بدل n n minus one عملت n n plus one صح؟ إيه. بلش من صفر صح؟ هون بلشنا من واحد صح؟ فيك تعمل. Okay. يلا جود جود شوفوا هذه فكروا لي اياها منيح فور نمبرز فور ا جيومتريك سيكونس ذا سم اوف ذا اوتر عندنا فور نمبرز عندنا فور نمبرز فور ا جيومتريك سيكونس ذا سم اوف ذا اوتر تيرمز يعني a1 بلس a4 از ايكوال 21 And the sum of the inner terms, يعني a2 plus a3, equal minus 6. Find the terms of the sequence. يلا خدوا وقتكم شوي. ما العشر دقائق تسع دقائق بعد. يلا خدوا خمس دقائق. يلا. You have 5 minutes. We still have 9 minutes to zoom, go out, close. عنا a1 plus a4 equal 21. A2 plus A3 equal minus 6. It's geometric sequence. Find the terms A1, A2, A3, A4. حلو هالسؤال. حجبكم مثله بالمتر. حلو هالسؤال. يلا. يلا اللي بحلو له بونس. يلا بحلو بده بونس بلس وان I will pause the record. ال 21 يعني هي لازم يكون في شيء من فوق وشيء من تحت على هالطريقة. Okay. Okay. Ghost solve it. Ghost حط على الشات بونس. حط بونس على الشات. حليت أنت بالطريقة الثانية. It's a second method. Minus 3, 6, minus 12, 24. Okay. Good, Douglas. حط بونس على الشات. Okay. حط بونس. بس يفهم لأنه حيخلص الوقت. برافو. طيب. بس كيف طلعتها؟ كيف حسبتها؟ Show the steps. كيف حسبتوهم؟ هذا solution. Ghost. شو اسمك يا Ghost؟ عمر. عمر شو؟ حاجة شحاني. اوكي. عمر حلا من 3 6 1 12 24 على الجروب. بعت على الجروب. اي بس كيف حليتها? Show us the steps. كيف حليتها? ستعطينا try and error انت? لا الواحدة. الواحدة وعشرين هي بتنقسم مع ثلاثة. وهل يعني كله لازم يكون شيء خاصه بالثلاثة. لا اي اساس. على اي اساس قلت 3 يعني. على اي اساس ما 7 3 21 على هالفكره عملتهم وكمان الثاني ناقص 6 فكل شيء خاصه بالثلاثه موجود اه كمان ديفايزر اوكي اشتغلت على كمان ديفايزر حاول ظبطهم يعني اذا بيزبطوا اه اوكي برافو برافو عمر برافو برافو
مطلوب منكم هلا خلص التايم اليوم as a small assignment, small assignment, this exercise, exercise 9, show the steps. You have two solutions here. Show us the steps as a small assignment, okay? And send the answer via WhatsApp group, okay? Okay. The steps. كيف حليت الـ A1, A2, كيف طلعت؟ كيف طلعت 1-3, كيف ISS, في قاعدة, في equation؟ شو الـ equation لهي دي قدرت تثبطت هو؟ يعني لازم نبلش انت A1 plus A4 equal 21 A2 plus A3 equal minus 6 نعم؟ نعم؟ يعني بدنا الـ geometric sequence نطلعه الـ equation؟ تقريباً. وكيف طلعت معك انه الجمع هو اللي كيف طلعت معك؟ جواب هلأ given, جواب given, بس كيف طلع الجواب؟ How this answer? Okay. طيب. هيدا small assignment تبعتوها tonight على الواتساب جروب. Okay. أول ثلاثة بياخدوا بونس. Okay. يلا. هنحل آخر سؤال لأنه we have still 2 minutes. آخر سؤال. We have this sequence. Have 1 over 2 plus 1 over 4 plus 1 over 8 plus 1 over 16 plus 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 1 over 2 power I. What is the equation? One over two power n. شو قلت؟ أكيد فيها هيك. هي فيها هيك بس ناقصة. يلا أكيد في 1 over 2n أو 2i. أكيد أكيد بس ناقصة في شيء بعد ناقص. هي 1 على 2 power n تكون الان سوري 1 1 1 by 1 please. One over two power n. جايد. One over two power n. شرط يكون two even. Uneven. بس شو الإيكويشن؟ ما فيها سام. هذه summation. Summation one over two power n. هذه summation. هي summation. صح. بس شو الإيكويشن؟ دكتور. One summation من one لآي. أوكي فيك تعمل آي. فيك تعمل summation. بس بدي إيكويشن. ما بدي summation. لازم في 1 minute بس حاعطيكم solution. الهاف هي هاف 1 over 2 اول 2 terms equal 3 over 4 اوكي يعني 1 over 3 terms equal 7 over 8 4 terms equal 15 over 16 ملاحظين هون انه هون عندنا 2i minus 1 على 2i so equal 2i minus 1 على 2i equal 1 minus 1 over 2i اوكي equal 1. When I goes to infinity, this terms goes to 0, so this equal to 1 at infinity. For big I or big N, equal to 1.